شو هاد؟ وات؟ شو هاد؟ وات؟ ألباينو. No way. Mythical level 8. Oh my god. Bro. Bro. I hear him. بسمع بوما. بسمع البوما. لحظة. هذا البوما شو بده؟ ايه شو بده هذا البوما؟ مش عارف وين وانا. بس البينو البينو صار كم البينو اليوم جايب. وات يلا موت. لك موت. احلى البانو بصيد اليوم. احلى البانو بافلو ليفل 8 ميتيكال اصيد اليوم. مستحيل. ليفل 8 ميثيكال البينو. يعني ما بعرف يعني اليوم صار هذا ريد دير البينو. وي ماذا؟ خليه يروح خليه يروح. لا لا خليه يروح خليه يروح. مش مستاهل. اوكي اني جود ليفل. ليفل عالي. ماكو هذا 107. بحسه هذا اكبر واحد بيناتهم. مئة وثلاثين.
بعرف ما ده هو، بس ما صبته منيح ما اظن. مات؟ خلنا نروح فيك عليه. ما بعرف اذا مات او لا. اسمع صوت الخنازير هاد. اسمع صوته. ترى انا يا اخوان عم بلعب سنجل بلاير، وبصراحة يعني الصيد اللي عم بحصله بكون صريح معكم احسن من الملتي بلاير بكثير والله. مو بس بالنسبة لعدد الحيوانات، حتى لعدد الحيوانات النادرة والليفلات العالي. طبعا دائما ما حصلنا، لكن الليفلات يعني الحيوانات النادرة معنى اخر كمان. Just get destroyed baby. You get destroyed. دمار صابو. دمار يا خيي دمار. حاسس حلو اذا راح اصيد اكثر من هيك راح اخرب الزوم. انساها. اول وحده بالرئه جايبو 72. ثاني وحده كمان بر... وشوف القلب وين و... لحظه معصبين. ممكن يعني اخذ لي واحد. ممكن اخذ اثنين. ممكن بعد ضرب. تم البلاك قد دمك مدري البلاك ما بعرف. خذ لك هذا الضرب الاخير. ممكن تموت؟ هرب. والموت وال خرابي. راح الكاش تلزمني، بس خلينا اروح اخذ ذاك السيت الاخيره. يعني حرام نضرب ونتكبر على النعمه نخلي ورانا. يعني الكاش اللي بيعطيه بصراحه 1300 1400 ممتاز من احلى ما يكون. شيء روعه شيء فاخر من الاخر. شو هاد؟ ليفل 639 ليفل عالي، بس بصراحه خلي يروح بدي اكثر هيك لان الزون بصراحه يمكن روحته بالزون. هيك حاسس اظن الزون راح. شوف كيف صارت برتقالية رمادية مدري بنفسجية. بس لاني عم بضربه بالمؤخرة فمش عم ياكل الضرب منيح، هاي المشكلة. ضربته أكثر من مرة بنفس المكان فأكيد راح يكون نفس الضرر. يلا وينك؟ خرابي.
وش هذا؟ وين اخذني هات؟ هذا هو القطيع نفسه. انسى، ما بدي نمشي، هذا خلينا نروح. بس احصل صيد فيها اقل شيء. ما بنحب البعزقة، مغريين مو هيك؟ مغري ذاك ليفل الخمسي، مغري والله. لحظة وين انا؟ في خنزير هون قريب، بس شو بدي فيه؟ وين انا صرت؟ راحت لحظة. الاثار وين؟ هاي الاثار هون والله، بعد مسافة. على الضرب هذا ضربناه، حاس حالي على الفاضي، رقدت ورا راحة. ألف كاش، حلو مش سيء يعني. على كل حال الوجبة الرئيسية بهذا الفيديو هي الألباينو. جي جي.